تقرير مع كابتن ميدو مصلحي وكابتننا الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن عبد الله عبد السلام واحسن ضارب في العالم كابتن احمد صلاح. الحمد لله ماتش الحمد لله كان في المتناول، واللي ساعدوا على كده طبعا خبره اللعيبه بتاعتنا، والحمد لله كسبنا 3-0. كان ما يعتبر ماتش الحمد لله سهل يعني الحمد لله. بس قبل اي حاجه يعني احب اشكر اللعيبه الصغيره اللي كانت معايا الفتره اللي فاتت، العشره اللعيبه بصراحه عملوا اللي عليهم وزياده. عايز اقول لك ان هم حافظوا على سمعه الكره الطايره في النادي الاهلي، ما خسرناش ماتشات، برضو لعبوا 7 ماتشات، عملوا اللي عليهم وزياده جدا جدا، انا بشكرهم قوي. بشكر كمان الناس اللي تحت اللي بتمرن، الناشئين عارفين كويس قوي قيمه النادي الاهلي، فبحب يعني الفت انتباه الناس ان فعلا الولاد دول عملوا اللي عليهم. رجوع طبعا لعيبه المنتخب كان في يعني عايز اقول لك ان هي صعبه شويه، لانهم طبعا كان في حمل عالي قوي. ابتديت انا اريح بعض الناس فيهم، انا رحت سعيد وعبد العال النهارده، ان شاء الله هيبتدوا يريحوا برضو، اريح ناس، وعبد الرحمن برضو ما لعبش يعني عشان خاطر الحمل بتاعهم يتوزع صح. عبد الله طبعا شارك النهارده في جيمين، جيم ونص، حتى المحترف الحمد لله جيسون بان بشكل متساوي، يكرم ان شاء الله ونكمل على كده ونكسب الدوري باذن الله. في 3 يوسف مرجان ويوسف الصافي وعبد الرحمن الحسيني، دول هيفضلوا معايا ان شاء الله لنهايه الموسم، هينزلوا يعني يلعبوا ماتشاتهم بتاعت ال 19 وال 21 ويجوا يلعبوا، هم بيتمرنوا معايا على طول ان شاء الله. الفتره اللي جايه استعدادات عاديه خالص ان شاء الله، هنبدا من اول الشهر هنكثف التدريب الصباحي، هنتمرن صبح بعد الدور، بخلاف طبعا الدوري هيبدا الدور ال 12 اللي هو ال 12 فرقه رايح جاي هيبدا يوم 8/11، فانا ما عنديش وقت، فهنبدا ان شاء الله صبح بعد الدور من اول الشهر الجاي. زي ما بقول خلاص ضغطنا شويه، هنضغط شويه الفتره الجايه، وبعدين في تصفيات اولمبياد طوكيو، الدوري هيقف حوالي شهر ونص. دي برضو لعيبه المنتخب انا بقول لك حمل زياده قوي قوي عليهم، غلاوه على كده ان شاء الله محمد عبد المنعم ان شاء الله يروح، عبد الحليم عبو ان شاء الله يروح، يعني تقريبا هيفضل معايا 5 6 ولا حاجه. ان شاء الله ربنا يسهل ونديهم اجازه، فتره اجازه كده شويه، وبعدين مرن تاني، وبعدين لما يرجعوا بقى ان شاء الله الدوري والكاس وافريقيا والعربيه هيتضغطوا في حالي 3 اشهر، ربنا يكون في عونهم وفي عوني ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه. طبعا لا الحمد رب العالمين، اول مباراه لينا بعد عودتنا من المنتخب، الحمد لله بدايه كويسه، ادينا الحمد لله رب العالمين نمتلك زموم المباراه من اول شوط، والحمد لله كانت النهايه كويسه وكل لعيب ادى بشكل كويس، نفذت التعليمات بتاع المدير الفني والجهاز الفني كله، والحمد لله رب العالمين عندنا بماتش الحمد لله. طبعا اول حاجه انت عارف النادي الاهلي ما يقدرش اخر عنه، احنا اولاد النادي طبعا، خلصنا فتره المنتخب الحمد لله، عدت بحلوه ومره زي ما بيقول الحمد لله، خطوه كويسه. بشكر الشباب ومن شباب النادي الاهلي، من النادي الاهلي اللي استحملوا الفتره اللي فاتت اللي احنا كنا في المنتخب فيها، بنشكرهم جدا، أدوا على أكمل وجه والظروف كلها كويسة الحمد لله رب العالمين، لعبوا بشكل كويس جدا، بنحييهم جدا ونشكرهم، وإن شاء الله الناس اللي لعبت دي تبقى مستقبل النادي الأهلي في يوم من الأيام. طبعا بقى خلاص إحنا رجعنا من المنتخب، خلاص يعني خدنا راحتنا الحمد لله، وكنا مصرين إحنا ولعبة المنتخب طبعا كلنا نرجع ونقضي بشكل كويس. طبعا الحمد لله إحنا مش غراب عن بعض، بقى لنا فترة كبيرة مع بعض، و9 لعيبة ولا 10 لعيبة في المنتخب، فطبعا لما ترجع بتلاقي انسجام موجود، مفيش مشاكل خالص، والحمد لله رب العالمين زي ما انت شفت المباراة قدناها بشكل كويس، والحمد لله في تحسن الحمد لله. هنبتدي الدور النهائي ان شاء الله رب العالمين، هم 12 فرقة رايح جاي، هنبتدي يوم 8 ان شاء الله، وهنقفل على يوم 3/12 باذن الله من 8 نوفمبر، وهنخلص 3/12 هنرجع تاني المنتخب، عندنا تصفيات اولمبيات مهمة جدا لينا، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحسم اللقب بيها ونرجع الاولمبياد تاني باذن الله. اكيد طبعا دي بدايه كويسه النهارده، اول مباراه لينا بعد رجوعنا المنتخب، طبعا الحمد لله شايف اداء كويس ودي بدايه كويسه، وربنا يكرم ان شاء الله تبقى في احسن من كده كمان ان شاء الله. والله طبعا احنا متابعين يوم بيوم، تمرين بتمرين، ماتش بماتش، طبعا احنا فرقه واحده، حتى لو احنا مش موجودين متابعين كل حاجه، وطبعا دي حاجه تبقى ساعدتنا جدا ان الشباب اللي لعبوا عملوا اللي عليهم وزياده، وحتى كابتن ميدو شكرهم كلهم بصراحه، هم يستاهلوا دوت، ودي حاجه تخلي الواحد مبسوط ان في جيل طالع ان شاء الله يكمل المسيره باذن الله. وعملوا اللي عليهم طول الفتره اللي هم كانوا موجودين فيها، ولسه في عندنا 3 موجودين كمان لسه ما نزلوا، اللي يعني معانا يوسف الصافي ومحمد ومرجان والحسيني، 3 لاعبين برضو من الناشئين، وان شاء الله يعني كابتن ميدو بصراحه مش مقصر في الحكايه ديت، بالعكس ده هو مدعم في موضوع الناشئين دوت،
علشان يعني زي ما كان بيحصل معانا زمان واحنا صغيرين، كان برضو مدربين كانوا بيطلعوا اثنين او ثلاثه ناشئين ياخدوا الخبره وياخدوا الاحساس اللعب مع الفرق الكبيره يعني. اكيد طبعا كابتن ميدو اتكلم معانا طبعا في موضوع الرجوع بعد ما رجعنا المنتخب طبعا، وكمان دي حاجه ودي حاجه يعني. خلاص المنتخب كانت فتره وعدت، لازم هنا النادي ملوش ذنب ان انت راجع مبسوط ولا زعلان، ده شغلك والنادي الاهلي مستني منك نتيجه وجمهورك مستني منك نتيجه. فلا احنا الحمد لله يعني متعودين على كده، النادي الاهلي عودنا على كده ان احنا بنفصل بين المنتخب وبين النادي او اي حاجه تانية غير النادي. النادي ليه اسلوب وليه حياه وليه سيستم ماشيين بيه، عشان كده الحمد لله الموضوع ما خدش مننا وقت. واول تمرين بالظبط خدنا 3 ايام اجازه بعد ما رجعنا من اليابان، مع ان كان كابتن ميدو مدينا اسبوع، لكن اللعيبه كانت مصره ليها تنزل التمرين بدري اللي هي تبدا تخش مع الفرقه والناس كلها هتبقى موجوده. وحتى كمان كنا احنا اللي كنا محتاجين نلعب يعني، احنا اللي قلنا عايزين نلعب الماتشات اللي هي الباقيه دي، مع ان كان المفروض تلعب من غير دوليين، لكن احنا كنا مصممين. وبصراحه يعني الحمد لله الاتحاد قبل ان احنا اللعيبه الدوليه تلعب يعني. الجمهور ده بالنسبه لنا هو ده الروح، هو ده يعني اساس الحياه عامه في النادي الاهلي، هو ده اللي بيدعم الفريق وكل او اي فرقه بتلعب في النادي الاهلي. طبعا هم بصراحه مدعميننا في كل الاوقات بصراحه، حتى واحنا في المنتخب متابعيننا في اي حته متابعيننا، فانا بشكرهم طبعا واتمنى باذن الله ان هم يكونوا موجودين معانا في كل الماتشات اللي جايه باذن الله. We'll be right back.